واحد بيقول ما هو ملء اللاهوت، واحد بيسأل بيقول ما هو ملء اللاهوت، وهل هناك امتلاء باللاهوت وغير امتلاء؟ اقصى ما نصل اليه ان نمتلئ من عمل النعمة فينا يعني. لكن ملء اللاهوت نفسه، ملء اللاهوت نفسه دي وردت في كولوسي 2 آية 8 و9، يقول المسيح الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أظن تسكنت كل ملء اللاهوت، لكن البشر يحل فيهم كل ملء اللاهوت، ما دي بتأليه البشر بها. لما نخش في الكتاب بتاع تأليه البشر دي، ما فيش شك أن ننتفع بهذه الكلمات نحطها كلها على بعضها.